السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم، وأول حلقة من برنامجنا قصة حب. نفسي أفضفض لكم في بداية رمضان وأقول لكم وحشتوني، ما تعودش إن أنا أقطع عنكم كده، بأن يعني فترة كبيرة كنا بنتقابل أسبوعيا على الهوى. فكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم على المسلمين كلهم في كل أنحاء الدنيا، وعلى مشاهدين قناة اقرأ. وأتمنى يكون ده أحلى رمضان يعدي علينا في حياتنا، وتبقى بداية على علاقة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن يكون الكل يا جماعة بيحلم مع بداية رمضان بإيه الهدية اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعتها له مع رمضان، شهر الخير والكرم، عبادة جديدة أو خير في قلبه يبدأ ينشره على نفسه وعلى اللي حواليه. ولكن بيجي تساؤل في نهاية شهر رمضان، يا ترى الهدية اللي رمضان جابها لي معاه هثبت عليها بعد رمضان، ولا هكون حسيت بالمشاعر الحلوة دي سواء تجاه نفسي أو تجاه ربي أو تجاه اللي حواليا سعادة رمضان الجميلة، يا ترى هتنتهي بعد رمضان؟ علشان كده يا جماعة احنا السنة دي في رمضان مش هنتعلم مع بعض عبادة، وإنما هنتعلم مع بعض حاجة هي أصل كل عبادة. هنتعلم قيمة ومعنى مش نعيش بس بيه رمضان، لكن نعيش بيه رمضان ونعيش بيه كل حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع نفسنا ومع كل اللي حوالينا. احنا السنة دي هنتكلم على أصل كل خير، هنتكلم على الحب.